إدارة الزوراء تعاقدات الموسم الحالي بأقل من 2 مليار وأعلى قيمة مالية للاعب ب 190 مليون. نفس التعاقد القديم كنا نتعاقده، احنا ما عندنا فقط 2 مليار مخصصتنا في ميزانية مال مالية العفو وزارة النقل، فقط 2 مليار ده نتعاقد بها. العدد اللاعبين قلصناهم يجوز زيد تعاقدات فقط من 2 مليار اقل يجوز. اي نعم اقل من 2 مليار عدوا فلوس والله رجال عدوا فلوس وجاي يتعاقدون عقود حلوة واذا ردت اعطيك ارقام. فالعقود ايضا مالتنا قللناها، العفو العدد اللاعبين قللناه، وايضا بقينا القيم لبعض اللاعبين قيم محترمه جدا، اعلى سعقف يمكن 190. اي الزوراء قادم بقوه هذا الموسم ان شاء الله بقوه تحققون. يعني شوف هاي بيد الله سبحانه وتعالى وتوفيق اللاعب سعد عبد الامير وعباس قاسم مع الزوراء لحد هاي اللحظه، يعني ما شفناهم، يعني ما يمكن مسافرين خارج العراق او شيء. من ضمن الامور اللي ناقشها اللجنه الفنيه معهم عندما يجيهم من السفر ان شاء الله خلال الاسبوع القادم ان شاء الله.